بيكم أصدقائي الهسي. معنا النهاردة صديقة جميلة من ذوي الإرادة. صديقتنا الجميلة رغم إصابتها بشلل الأطفال في أحد الساقين على عكازات من المعدن بتعيش صديقتنا الجميلة حياتها، تخرج للحياة بإرادة قوية. قوة إرادتها وعزيمتها كان أكبر دافع ليها تتخطي الإعاقة. صديقتنا الجميلة صعبة إرادة ونموذج جميل للمرأة القوية اللي بقوة إرادتها وعزيمتها رفضت الإستسلام لليأس وقررت تعيش حياتها، حياة سعيدة رغم آلامها ومعاناتها. بقوة إرادتها وعزيمتها